المسابقة السابعة من كتاب أحكام خلاصة أحكام رمضان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إحنا قلنا ماذا يتجنب في رمضان؟ ثلاث حاجات: شهوة الطعام والشراب، تاني حاجة شهوة النساء، تالت حاجة شهوة المعاصي. شهوة النساء خدنا تفاصيلها، والنهاردة هنكملها نقول ما حكم من أجنب نهارا في نهار رمضان. اللي بيجنب في نهار رمضان دوت وهو نايم ليه حالتين: اذا كان اثناء النوم بغير اراده، يعني هو فعلا رايح في النوم تماما، او اذا كان باراده ولو كان قبل غياب النوم بفكر او باي امر. يعني واحد لسه نايم، لسه بينام بس واعي وتذكر مشاهد معينه فاجنبه، ده عليه قضاء وكفاره. طب لو واحد نام وغاب عن الوعي تماما ونام فعلا وبعدين تذكر حلم بحاجه فانزل مني، ده ليس عليه شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثه منهم النائم حتى يستيقظ. طيب يعمل ايه بقى اللي اجنب وهو في وعيه؟ اول حاجه يتوب الى الله تعالى ويمسك بقيه اللوم ما ياكلش، وعليه قضاء والكفاره. طب ايه الدليل عليه قضاء والكفاره؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدع شهوته وطعامه لأكله، وهذا الرجل لم يترك الشهوة. طيب آخر حاجة بقى نسيبها شهوة المعاصي. طب ما عقوبتها؟ عقوبتها إن بتخلي الصيام بغير حسنات. الدليل قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب ولا يجهل، فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. طيب حكم اللي سب الدين، اللي سب الدين ده إجماع مرتد وصيام باطل بلا خلاف. قال الله تعالى: ولئن أشركت ليحبطن عملك. طب يعمل إيه واحد سب الدين وهو صائم؟ أولا يتوب إلى الله تعالى ويشهد الشهادة، ثانيا يقضي اليوم ده، ثالثا ليس عليه كفارة. ليه؟ لأن الكفارة لا تكون إلا عند الشهوة، وهذا الرجل ليست عنده شهوة. طب إيه الدليل على القاعدة دي؟ إن الإنسان إذا أفطر بغير شهوة ليس عليه كفارة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من استقاء فليقضي، لأن القيمة ما فيهوش شهوة، واللي سب الدين دوت ما كانش عنده شهوة، فبالتالي عليه إنه يتوب ويشهد لا إله إلا الله والقضاء، ولا يجب عليه الكفارة. جزاكم الله خيرا.